على فكره انا زعلان منك جدا، ما ينفعش انك تبقى بتتعلم انجليزي وانت مش عارف اسم الكليه بتاعتك بالانجلش او مش عارف تنطقها صح. الفيديو دوت 3 دقايق هيعلمك ازاي تنطق الكليه بتاعتك باللغه الانجليزيه بطريقه صحيحه وما تخليش حد يصحح لك ويتنطط عليك. يلا بينا يلا بينا. قبل ما نبتدي في اسماء الكليات خليني اقول لك ان الكليه في الانجليش اسمها فاكولتي، فاكولتي مش فاكيولي، اوعى تقول فاكيو ما تشتمنيش، فاكولتي فاكولتي. وفي الانجليزي الامريكاني بيقولوا على الكليه سكول، يعني مثلا بزنس سكول بدل ما يقول لك فاكولتي اوف بزنس. والجامعه اسمها يونيفرسيتي مش يونيفرستي، يونيفرسيتي. اول كليه معانا وهي كليه الشعب، وبنسميها كليه الشعب لان الاعداد اللي فيها وفيره وكتيره واكبر كليه في مصر، وهي كليه تجاره، كليتي واللي بنتسب اليها. وبالانجلش اسمها فاكولتي اوف كوميرس، ما تقولش كوميرس مفيش شد، ها كوميرس فاك، خليك واد بتاع تجاره كده، واد معلم. فاكولتي اوف كوميرس، كوميرس كوميرس. كليه الحقوق او الحقوق، الكليه بتاعت المحاماه بالانجلش اسمها فاكولتي اوف لا، خليك محامي برنس في نفسك مش لو، لو دي يعني كليه الوطين ما تنطقهاش لو خالص. اوكي فاكولتي اوف لا، لا عظيم كده في نفسك. بعد كده عندنا كليه اداب ورا كليه تجاره على طول، فاكولتي اوف ارتس. عندنا في الجامعه كانت كليه تجاره، فاكولتي اوف ارتس، كليه اداب اغلبهم بنات مش عارف ليه، فاكولتي اوف ارتس. كليه الزراعه حاجة مفيدة جدا، Faculty of Agriculture مش culture، خد بالك الكلمة دي مهمة، culture culture agriculture. Faculty of، وخد بالك ال OF بتنطق V of عشان دي تحصل معانا في الفيديو، of Faculty of Agriculture. الكليات بقى اللي مرتبطة بأي مجال طبي، وأول كلية معانا وهي كلية طب Faculty of Medicine، Faculty of Medicine. عندنا كمان الكلية المحببة إلى قلبي، الكلية اللي حته من قلبي كده، كليه صيدله، فاكولتي اوف فارماسي، فاكولتي اوف فارماسي. عندنا كمان كليه تمريض، فاكولتي اوف نيرسينج، فاكولتي اوف نيرسينج. عندنا كليه علاج طبيعي، فاكولتي اوف فيزيكال ثيرابي، فاكولتي اوف فيزيكال ثيرابي. كليه طب الاسنان، فاكولتي اوف دنتستري، والتي مع الار كده بتبقى ترا، تحس ان في شين كده، ترا dentistry، faculty of dentistry. كلية التربية faculty of education، شو خدت بالك من ج، الدي مع اليو بيعملوا صوت ج، faculty of education education. وكلية التربية الرياضية عشان قريبة منها، faculty of physical education، faculty of physical education. كلية هندسة المهندسين الناس العبقرين، Faculty of Engineering، Faculty of Engineering. عندنا بعد كده كلية الآثار، ودي بالإنجليش Faculty of Archaeology، ال CH هنا بتتنطق K، Faculty of Archaeology Archaeology. كلية آثار لهواة المخاطرة، عاوزين حاجة فيها آثار في الآخر، كلية آثار لهواة المخاطرة واللعب واللعب بالدولار. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ودي طويلة شوية، Faculty of Economics Economics and Political Science، Faculty of Economics and Political Science. Military Academy الكلية الحربية، Military Academy الناس اللي عاوزة تطلع ضباط وتحمي الدولة، Military Academy. وعندنا كمان كلية الشرطة، واللي ملوش خير في حياتي ملوش خير في مصر، Police Academy، Police Academy. ده كان الفيديو بتاع الكليات، أتمنى أكون ساعدتك إنك تعرف تنطق اسم الكلية بتاعتك صح في الإنجليش. لو أنا ما كنت ذكرت الكلية بتاعتك Please leave a comment، وبعتذر لك جدا، ادعمنا بالشير. Thank you and wish you all the best.